السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو خفيف لطيف ظريف زيكم يا حلوين يا قمر يا أساسير أنتم. أخواني وأحبائي وأحبتي في المسجد عندنا كان وما زال لدينا مشكلة اللي هو المبنى قديم نوعا ما، ففي بعض الأماكن في تهريب. قبل أكثر من 6 شهور صورت الفيديوهات هذه، حتى هتلاحظوا جديدة. هتلاحظوا في الصفوف الخطوط اللي سويناها في الفيديو الماضي ما هي موجودة. فغطيت وصورت المسجد تقريبا بالكامل، اللي هو موقع المدرسة ومصلى الحريم، وصعدنا على السقف وصورنا. بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا في محادثات مع الأخوان والأخوات اللي والناس اللي أعرفهم شخصيا، وإن شاء الله راح نصلح المسجد وحيتم ترميم المسجد وإصلاح التهريب وخلافه، ولكن قريبا وإن شاء الله قريبا راح أسوي هذا الكلام. طيب ليش بتسوي الفيديو هذا؟ حابب أشارك معاكم واحد شكل المدرسة اللي فيها 80 طالب، المدرسة غير المدرسة الأولى اللي كانوا يحتاجوا مصاحف، 80 طالب تقريبا، والمنهج الدراسي تبعهم وكل حاجة وصالة الدراسة، وطبعا ما بقول إنه والله بدائية وكذا، ولكن تفي بالغرض والحمد لله مؤدي الغرض. والمسجد إذا لاحظتوا طبعا ما في مكيفات لأنه الجو حار وفاتورة الكهرباء تطلع أوريدي غالية، وعندنا مصلى النساء، وعندنا برضو البلاط محتاج شوية تغيير وتصليح. ولكن أهم شيء عندنا في موضوع اليوم اللي هو السقف. طلعت السقف وكنت حطيح أو انحشرت بصراحة دبة. طلعت هناك ونشوفناها، فخلاص هيا بنا الفيديو. السلام عليكم. الآن طالعين الدرجات ورايحين إلى مدرسة الإسلامية لتعليم القرآن. إلى ستودنت ديتو؟ ديتو؟ أنا هتقول لا. بستا ستودنت ديتو صبرا إيتي. صبرا إيتي. السبورة النظام القديم طبعاً. وهذا. أسامين سببا. ميرون سببا؟ عدد الطلاب تقريبا يوصل الى حوالي 80، وهذه الطاولات طاولات الدراسة هالشكل. تكلم. واحيانا باعتبار انه عدد اكثر من الكراسي هذه فبيقعدوا على الارض. هذا الجدول المدرسة سان، وهنا الفصل الثاني، وهذه السبورة، وهذا مستر أحمد، ديتو أستاذ، ديتو سي أيمن، أنديتو سي برادر محبوب. بعد كده ندخل على سلمكم الله على مصلى النساء. أيان ديتونا بوكسان بنت لدور برادر كبتيت قستو ما قستو باكيات ستاس ها؟ ما قصدوا باكيات ستاس؟ بطاي إيلاو أيوة الآن أيان ما دومي ستا قصدكم ما قلب سلا بس كسي حطلع فوق وأكمل معكم. صعدنا بفضل من الله ونعمة، وهذه القبة اللي من برا لونها أخضر، عندنا الشباك هذا. لحظة حبايبي، ويا
يا رب. أنه هذا هو سطح المسجد. أنه سان يا بوتاس ديتا سان بطي يان باكت ديتو أني يان ديتو يون طبيق أها ديتو تاغوس paano mag-ayos? Tatanggalin. Tapos lalagyan ulit semento. هذه المنطقة الإسمنتية اللي فيها تهريب المياه. طبعا حاليا نحن داخلين على موسم الأمطار rainy season. فإذا الله أراد وإذا الله أراد وسهل راح نصلح هذه كلها اللي عبارة عن إزالة ريموف كل السمنت هذا ونصلحها. هذه البقعة سان رمضي تايم كوبو اها سيجي هذه البقعة وهذه البقعة المكان اللي هي الأساسية. وطبعا عشان نشوفوا نحن وين دون دين إلى بوتسنا إسا دلوة تطلو دون أبت. وهذه هنا برضو هذه البقعة وهذه البقعة. طبعا لمن يتساءل نحن وين، شوفوا هذه البحيرة لهالدرجة قريبة من البحيرة، قريبة المسجد، قريب من البحيرة مش البحيرة، قريب من المسجد. فشوفوا هذه كلها، هذا الخط كذا، هذا البحيرة. فإن شاء الله إن شاء الله نسأل الله المعونة والتسهيل، وإن شاء الله راح تتصلح كل الأمور. هذا اللي هو سقف المدرسة، مدرسة بوبونغ لمدرسة ديبا. وهذه هنا البيوت حول المسجد. وهذه نعود إلى هذه القبة، برضو محتاجة بوية ودهان وبعض القزاز مكسور. أعان الله وإياكم. يا بيناقو نامين يان، كاود تاغوس دينيا بيناقو نامين. أوكي. السلام عليكم. والآن بعد ما صورنا ونزلنا أوريكم اللي هو السقف كيف صار شكله. الحديد تارباين. وهذه أماكن تهريب. طبعاً إحنا حالياً داخلين على موسم الأمطار. شوف البوية والسمنت كيف صار طالع. طبعاً هذا في مصلى النساء. هذا كذا الحديد وصل مرحلة الصدأ، فمحتاجين انه نشيله كله ونعيد بناءه من اول جديد. لا سمح الله خايفين انه يطيح على رأس احد المصلين وقت في احد الاوقات هنا ولا هنا. وهذه هنا كبيرة، وهناك في مصلى الرجال طبعا، في مصلى الرجال عندنا هذه البقعة، وعندنا ثانيا قلت ولا ديتو ولا أبطنا أبط. أوكي خلاص هذه كلها. 2000 years later. السلام عليكم. صلينا اليوم الجمعة، ومع الأسف الشديد مع شوية الأمطار اللي قبل أمس، اليوم الماضية لدينا تهريب عندنا هنا.